حابة أتكلم النهاردة عن مشكلتي بالتفصيل. أنا كأي بنت جبت 2.7 من 10. جاني في التنسيق إني خلاص هروح المعهد الفني الصحي في أسوان. رحنا يوم التقديم يوم 7/9/2019 بالظبط. ويوم التقديم والكشف الطبي طبعا العميدة أخدتنا يومتها على جنب وقالت طب مين هيطلعها مين هينزلها والكلام ده. قلت لها صحابي وكده هيساعدوني وانا عارفاهم. فضلت تقول لأ كل واحد بيجري على مصلحته وبتاع ومش عارفة ايه. قالت لي في الآخر هو ايه، معلش هو ايه اللي جابها المعهد. ماما طبعا قالت لها يعني ما كانتش عاوزة، بس يعني عشان مجموعها ما اسعفهاش جابت اخترت الحاجة اللي لقيتها كويسة في التنسيق، يعني احسن حاجة بالنسبة لها حباها يعني. قالت لا اصل كانت مش تقدر على عملي وبتاع. قلت لها لا انا هقدر. لما لقيتني انا مصرة قالت اصل كنت دخلتوها اي كلية نظري وتبقى زي اداب او تجارة، وكانت قاعدة في البيت لغاية الامتحانات. ماما قالت لها يعني ايه، يعني عشان هي على كرسي مش من حقها تروح محاضرات والكلية زي بقية صحابها. قالت لها احنا لا احنا ما نكبرش، احنا عندنا ظروف يبقى نقعد في البيت. المهم رحنا الكشف الطبي. الكشف الطبي طبعا ما شافنيش اساسا، طبعا عشان هو في الدور اللي فوق فانا ما عرفتش اطلع طبعا سالم. بس بابا قال له ان انا على كرسي، كتب ان انا على كرسي وخلاص، وهي اللي كتبت غير لائق. يوميها روحت بالظبط كتبت بوست على الفيس، معرفش اذا كانت شافته ولا لا. بس بعدها بكام يوم اتصل بينا حد من الشؤون قال لنا العميدة غيرت رأيها وكتبت بدل من غير لائق لائق، وكده اتقبلت في المعهد بس بشرط انها تدخل قسم اسمه قسم البصريات علشان ما فيهوش عملي. بعدها بمدة كبيرة وانا جهزت السكن جهزت كل حاجة على اساس مظبطة نفسي هدخله، اتصل بينا حد من الشؤون تاني قال لنا جاتنا النشرة بتاعة الوزارة قالت ان القسم ده اتقفل السنة دي وهيفتح مكانه قسم الاسنان. جينا قبل الدراسة باسبوع كده تقريبا، بابا راح المعهد على اساس يتأكد ان انا اسمي اتدرج هناك في القائمة ولا لا. بتوع الشؤون قالوا له الوزارة اتصلت وقالت أميرة هتدخلوها قسم ايه. لما قالوا لهم هيدخلوني قسم اسنان قالوا لا أميرة ما تدخلش اسنان، دخلوها تسجيل طبي. يعني مسؤول تحت الوزير على طول، مش اي وبيتاخد له ميعاد عشان يتقابل يعني حد يقدر يقابله. قال ما فيش حاجة اسمها انا اتصل علشان اقول الأميرة تدخل ايه ولا ما تدخلش حتى لو كانت ذوي الاحتياجات. ومعلش هو مين أميرة دي عشان الوزارة برضو تتصل بيها مخصوص؟ الوزارة مش هتخلي بالها من كل ذوي الاحتياجات وتتصل لا دخلوه لا ما تدخلوش. حاولت اتكلم معاها بالراحة على النت، قلت لها حضرتك ممكن تجربيني لو ما نفعتش ممكن حضرتك توديني اي قسم حضرتك عاوزاه. قالت لي لا ما ينفعش ودي اوامر الوزارة ودي مش عارفة ايه. قلت لها خلاص بدل الوزاره بتقبل ناس وناس انا مستعده اشتكي الوزاره دي الصراحه، انا هشوف الموضوع ده يعني. قالت لي لا لا طبعا ما ينفعش. قالت لي خلي بابا يجيني بكره المعهد ضروري. راح لها بابا تاني يوم على طول بسرعه. قالت له احنا هنعمل التماس للوزاره على اساس يقبلوني في القسم ده. طيب بعد كده بابا رن على حد من صاحبه وعارفه هناك من المعهد على اساس يشوف ايه اللي ما بيردوش علينا. اتضح ان الالتماس اترفض. لما رنينا عليهم تاني وردوا عشان نفهم منهم قالوا لنا اصل الالتماس اترفض واحنا ما كناش عايزين نقول لكم الخبر الوحش ده. ما فيش حاجه اسمها الكلام ده. دلوقتي العميده عطلتنا لغايه دلوقتي ما في يعني حتى التحويل، انا مش عارفه احول اي كليه تانية عشان ابعد عنها. بعد كده انا عملت شكوى في مجلس الوزراء 14/12 الشهر ده، بس لسه ما جانيش الرد الحقيقة. يوم 19/11 بعتت لي جواب فصل من المعهد مسجلاني حضور في القسم اللي انا مش عاوزاه غصب عني. بس اتمنى ان انتوا تساعدوني، اتمنى ان الموضوع طول جدا ما كنتش اعرف ان ده كل ده هيحصل لي.
يعني حرام بعد ساعة ثانوية عامة سنتين. كنت أسمع أنا السنة يعني. حرام بعد ده كله يعني، مش كمان ما دخلتش الحاجة اللي أنا حباها وظلمت في الدرجات، لا وكمان اللي رضيت بيه مجانيش. يعني أنا دلوقتي قاعدة في البيت، لا حصلت المعهد ولا حصلت أي كلية تانية ولا أي حاجة، وسنة هتضيع عليا وده حرام. أتمنى إن الموضوع يعني ما يتكتش عليه أكتر من كده. شكرا.